يقول السائل: نرى كثيرا من الناس قبل الفطر يرفعون أيديهم، فهل هذا مشروع؟ لا بأس، إذا دعا المسلم ربه يرفع يديه مع الدعاء، لأن هذا من أسباب القبول ومن آداب الدعاء، إلا في المواضع التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، فنحن لا نرفع أيدينا في المواضع التي لم يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فيها. نعم.